منها ما ذكر في أثناء المناقشة بتاعت أثناء المناقشة السابقة لجلستنا دي من أن القوانين لا تسمح بهذا أو السلطة لا تريد للقوانين أن تسمح بهذا. أنا متذكر أنه قبل الثورة كنا في شهر أكتوبر سنة 2010 وكنا وقتها في الجمعية الوطنية للتغيير وحاولنا أن احنا نقيم نطلق قناة تلفزيونية بالكتاب العام ولم نستطع، فلجأت أنا إلى إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة في لندن كانت قناة الحوار وإدونا استوديوهات لمدة ساعتين في اليوم مجانا ووفروا لنا استوديوهات في بيروت أيضا بسعر رمزي، وما كانش علينا إلا أن احنا نوفر فلوس الإنتاج فقط. كانت فلوس الإنتاج قدرناها لمدة سنة بمليون جنيه فقط لا غير. لم نستطع أن ندبر هذا المبلغ ما بين شهر أكتوبر وما بين يناير 52 وما بين يناير 2011. إنما هذا الفشل لا يمنع جيل آخر. أنا مش حاضر أخش التجربة دي يمكن مرة تانية لأني كنت محبط من تجارب السابقة كثيرا ولا أريد تجاربي أنا الشخصية أنها تؤثر على المشروع. يمكن آخرين أكثر شبابا أكثر عزما وحماسا ممكن أنهم يطلقوا هذا المشروع. طيب لغاية لما ده يحصل لو حضرتك كنت جزء من المسحة أو الدراسة اللي طلبت من المعهد أنه يقوم بيها وتقول أربع نقاط أساسية في تقييمك لما هو معروض على المتابع المصري النهاردة من برامج شؤون جارية أو برامج إخبارية. ألو أستاذ حمدي، من فضل حضرتك احنا بنعمل دراسة وعايزين أربع نقاط في تقييمك لهذه النوعية من البرامج، هتقولي؟ أول حاجة أنها طويلة جدا يعني برامج برامج الثلاث ساعات دي وبرامج السهرة والبرامج المستمرة بعد انصاص الليالي دي أعتقد أنها هنا المشكلة الأولى لأنها بتؤدي إلى مشاكل أخرى تالية. من المشاكل التالية أنها بتضطر بعض المذيعين اللي أنا بثق في كفائتهم بتضطرهم لأنهم يتكلموا لمدة أطول مما يريدون، لكن طبعا بتسعد آخرين أنهم يعني يقعدوا يتكلموا بالساعات ما فيش شك. على أي حال المشكلة هي طول المدة. المشكلة الثانية طغيان السياسة وبشكل حاد وبشكل في بعض الأحيان يثير مزيد من الانقسام في المجتمع وبصوت عالي أنا شخصيا ما عدتش أتحمل، يعني أما بعد قدام التلفزيون ما عدتش أتحمل حد يشخط في طول الوقت أو يشخط في حد تاني، يعني مش شايف أي مبرر إن أنا بفتح جهاز عشان يسليني أو عشان يعلمني يقوم يعمل فيها العمل دي، يعني يبهدلنا على هذا النحو. الملاحظة الثالثة انه كل اللي قدامي ده شو، هو فعلا اسمه توك شو، هو مسرح، هو بشكل من الاشكال على حل عمل التلفزيوني عمل استعراضي يعني. انما اللي بتفرج عليه ده عمل استعراضي مصنع من ألفه الى يائه، مهما ظن من يتكلم انهم احرار انهم طلقاء يعني. انما في مكنة بتحرك كل هذا الشو من وراء ستار، ومكنة ليست نقية النوايا دائما. هو في مكنة نقية النوايا في أي مكان في العالم؟ مكنة المهنية يعني أنقى من غيرها ما في شك، مش زي مكنة السياسيين، مش زي مكنة صاحب الفلوس اللي بيحطها عشان ترجع له بالمضاعفة. أظن الإعلاميين لو سيروا هذه القنوات بأنفسهم يمكن يكون بشكل أفضل، ولو أن أنا ما عدتش أثق كثيرا في يعني زملائي أو كثير من زملائي في المهنة. حضرتك شايف أنه المجتمع دلوقتي برضو سواء السياسي أو الحكومة رجل السلطة أو رجل الشارع العادي
في ناس بتقول انه 75% من مشكلة مصر دلوقتي اعلام، ويعطونا هذا الاعلام يعني بيدخموا في دوره قوي. هل ده صحيح؟ هل احنا مشكلتنا الاعلام، ولا الاعلام جزء من المشكلة وربما عارض ليها فقط؟ لا، دي مشكلة السلطة، مشكلة طريقة الحكم. يعني وفي في في أيام مبارك وما بعدها، وأيام المجلس العسكري وما بعد، وأيام مرسي وأيامنا الحالية، سهل قوي تعليق كل الأخطاء على شماعة الإعلام. وده ده ده أسهل طريق تتبع الحكومات، وكل فشلها تلقي على أكتافنا نحن. وأعتقد إنه ده ما فيهوش إنصاف كبير لنا، مهما كنا بنساهم صحيح في شق الصفوف وفي زيادة التوتر، إنما ليس إلى هذا الحد. ليس كل شيء خاطئ في البلد سبب الإعلام. في ناس كتير قابلوني بعد ما تشرفت باختيار حضرتك عشان نتكلم على مستوى الحوار التلفزيوني يعني عن المذكرات، وقالوا لي هو إزاي الأستاذ حمدي يقول إنه في لحظة من اللحظات من الممكن أن يكون مستعدا للتضحية بقدر من الحريات المتاحة إذا ما دعت الضرورة؟ يعني برضو أنا أرجع ده إلى الستينات، وأرجع ده برضو إلى النشأة. وطبعا كلنا عارفين أنه أيام ثورة 52 ما كانتش أيام الحرية والديمقراطية، لا شك في ذلك، وكان في قمع، ما في شك في ذلك، وكان في المساجين، في السجون، حتى أنصار النظام ذاته لا شك في ذلك. إنما استطعنا أو كنا في ذلك الوقت ما كناش الحقيقة بنفكر كتير في موضوع الحرية. الحرية ما كانتش على الأجندة العالمية حتى بالشكل الحاد اللي مطروح في الوقت الحالي. أنا بقولش الحرية مسألة نسبية تختلف من زمن لآخر، إنما كنا في ذلك الوقت بنواجه مصاعب كبيرة، وكانت البلد تحت قصف من الخارج ومن أعداء النظام الأسبق من الداخل، وكانوا الناس عايزة تنجز، وما كانش عندهم مانع على ما أعتقد. أنا شخصيا ما كانش عندي مانع وقتها، إنما أضحي بجانب من حريتي في سبيل أن احنا نحقق شيء، البلد تنجز شيء. أنا لا أزال عند هذا الموقف حتى الآن، لكن برضو لا أنفي أنني أخشى كثيرا من أن يلو عنق هذا المنطق حتى يعني يستبد الحاكمون. شايف انه ده خطر محتمل وقريب الايام؟ وارد، ليس بعيدا على اي حال. ايه اللي بيخلي حركة تستشعر ده؟ التوتر الدائم اللي فيه البلد على اي حال، والنفاق الزائد للسلطة قد يغري الحاكم بأنه يتعدى على الحريات دون أن يبالي، أو دون أن يبالي كثيرا. لكن هل يعني ده مش كلامي بس مرة توقفت عنده، يعني أنه كان أحد كتاب المقالات المشهورين في الولايات المتحدة الأمريكية كان وصف اللي بيحصل في مصر بأنه الكلام ده كان عامل المجلس العسكري، قال أنه النمر لن يعود إلى القفص. فلا تتصوروا أيها الحكام اللي هو كان في المجلس العسكري ساعتها أنه المصريين هيرجعوا للقفص مرة تانية. تتصور أنه ده من الممكن يحصل في الفترة اللي جاية؟ لا أظن أن ده مش ممكن يحصل بسهولة على الإطلاق. وأظن كان إذا كان للثورة دي ميزة، فهي أن أطلقت الحريات، أطلقت للناس الحرية. أنه اللي خرجوا يوم 25 يناير ما أظنش هيسكتوا بعد ذلك. ليه قلت انه الجيل اللي خرج في 25 يناير بتحيي صموده ومثابرته؟ ليه قلت كده؟ حاسس انه يعني هما اقرب الى اليأس؟ لا، بحيي جرأته الحقيقة، اولا بحيي مبادرته. ده مش انا غير انا. اوكي، لا بحيي جرأته وبحيي مبادرته. وما كناش نتوقع، اظن ما كلنا ما كناش نتوقع انه اليوم حتى يوم 25 الناس اللي شاركوا يوم 25 ما كانوش يظنوا، او انا على الاقل ما كنتش اظن يوم 25 الساعه 12 الظهر ونحن يعني امام دار القضاء العالي بنهتف ضد النظام، انه اللي هيحصل النهارده اكتر من
رفض وزير الداخلية أو يعني بتيلة يمكن مبارك يصحى شوية ويغير الحكومة. أكثر من ذلك لم نكن نظر. إنما تصميم الشباب بالذات مش لا تصميم حد تاني، تصميم الشباب بالذات على أنهم يبقوا في الميدان حتى يسقطوا النظام كان هو ده السبب في سقوط النظام اللي لم يسقط يعني حتى الآن صحيح، إنما على الأقل كان سبب يوميها في سقوط مبارك. أما سقوط النظام ده بقى فده أمر مسؤوليته ترجع للجميع لكل الأجيال بقى الشباب وجيلنا إحنا وكل قادة الثورة اللي ما وضعوش في حسبانهم ماذا بعد، ما هي الخطوات التي تتخذ بعد 25 يناير. هو إيه الأداء التلفزيوني أو الأداء الإعلامي اللي حضرتك شايف دلوقتي إنه يجب أن يكون أداء جيدا أو متماشيا مع الحالة المصرية؟ لأنه حضرتك بتتكلم عن 25 يناير من الطبيعي يعني بسبب كثرة الأحداث بسبب الصور الرهيبة اللي احنا شفناها بتتتابع والتطورات اللي بنشوفها كل ثانية ان احنا كمان فقدنا الذاكرة وما بقاش عندنا قدرة على الاحتفاظ بمين قال ايه يوم كذا. انا كمذيع او انا كتلفزيوني او صحفي اعمل ايه يوميا علشان اقدر احافظ على مصداقيتي او اقدر احافظ على احترام المنتج اللي بقدمه للناس؟ سؤال اغرب حاجة فيه انك انت اللي بتوجهه لانه لانه الحقيقه ما تعملش حاجه غير اللي انت بتعمله دلوقتي. يا ريت لا يا ريت ده صحيح يا صحيح يا ريت يا ريت انا ما انا في امثله تانية انا معروف انا ما بعملش عايز اقول ان معانا ليليان داوود يعني ينطبق عليها نفس الكلام انما في ناس موجوده عارفه صحيح بتعمل ايه. يا ريت طب سيبك من الاشخاص يعني وقول لنا 1 2 3 لانه الناس دي عايزه تحكم منهم اللي بيمارس العمل ومنهم اللي حيران في الماده اللي بتتقدمه ومش عارف يحكم عليها. فقول لي اللي بيطلع على الشاشه المتلقي يصدقه ازاي ويحكم عليه ازاي، والمهني اللي بيشتغل يشوف ايه اللي عمله صح وايه اللي عمله غلط. يعني المبادئ دي الحقيقه بتدرس في كليه الاعلام ولسه صادق يعني ساريه لو بتدرس حتى الحقيقه يعني الحاجات البسيطه دي يعني ان احنا نعرف احنا اولا عمل الوسيلة بتاعتنا سواء كانت تلفزيون أو جورنال أو إذاعة إن إحنا وسائل الإعلام لها ثلاث وظائف. الإعلام أي الإخبار أي إحاطة الناس بالمعلومات والتثقيف والتربية والتسلية البريئة مش زي التسلية للأسف حتى اللي بنشوفها ماهيش تسلية دي تسلية أهاوي أو الأهاوي حتى أفضل من ذلك بكثير. إنما عموما دي شغلتنا الأولى هذه القضايا الثلاث في مقدمتها الإخبار. فأولا نقدم معلومات صحيحة يعني أتيقن من أنه المعلومة صحيحة قدر الإمكان ولا يغريني السبق الصحفي لأذيع خبر قبل أوانه، أتحقق منه مرة واثنين وثلاثة ولما أتأكد أزيع الخبر. إذا وده طبعا بيساعد أو الحل بيساعد على تفادي التوتر غير المطلوب أو غير الوارد. إذا أتبين حقيقة الأخبار أنفعل مع الخبر، إنه مش ضروري أشخط يعني مش ضروري يعني أن يجي لي هستيريا لأنه هذه الهستيريا بتنعكس على الناس. وما أخفيش عليكم إحنا عندنا في البيت وفي بيوت كثيرة أعرفها اللي أنا عندي تلفزيون صغير في مكتبي هو اللي فتحه طول الوقت على الأخبار وغير الأخبار. إنما التلفزيون الملك العائلة ده ما فيهوش إلا أفلام أبيض وأسود، مش لأن الناس في البيت مش معنية باللي حصل في البلد، معنية يمكن زي ويمكن أكتر مني، إنما مش عايزة تتوتر أكتر ما هي متوترة. أيوة أتفاعل مع الخبر، ما كنش طبعا محايد تماما، ما بمنش بالحياة في الإعلام، ما كنش محايد ببرود أنفعل إلى حد، أنفعل بما يحتمل الموقف، أنفعل بما يقبل لدى عموم الناس. ده يعني دي ملاحظة تانية ده اللي يجب نعمله. يعني ملاحظة ثالثة إنه المقدم البرنامج بالذات
يجب انه يعنى بالاعداد. يعني مش انا نجم جاي متأيف وداخل الاستوديو قبل ميعاد البرنامج بدقيقتين ثلاثة وبعدين اقول للناس اللي قاعدين على اعتمد على الاسئلة على الايرفيس اللي جايالي من زملاء المعدين الى اخره. ويمكن ساعات انا اعرف انه في بعض الاحيان في على اي حال في مناسبة كنت موجود فيها مقدم البرنامج ما كانش عارف اسماء الناس الضيوف اللي احنا كنا ثلاث ضيوف، ما كانش عارف اسم الضيفين الاخرين، بالصدفة عارف اسمي لاننا زملاء في المهنة. فمقدم البرنامج اساسا لما كنا وقتها في الستينات كان ما كانش عندي معدين اصلا، انما كانت الدنيا بسيطة. النهاردة في تقارير مصورة والى اخره، طبعا محتاجين لمساعدين في الاعداد معانا، مساعدين في الاعداد في الاعداد ايوه، انما انا المعد الاول، انا او من المفترض ان اكون كذلك مطلع على كل التفاصيل عشان ابقى فاهم الموضوع واستطيع اقناع الناس بما اقول. يمكن دي بعض ال هقول لكم حاجه الاستاذ حمدي مش عارف ان انا عارفها وبالتالي ما كتبهاش في الكتاب. الاستاذ حمدي لانه احنا شفناه وهو قاعد مع السيد عمرو موسى، الاستاذ حمدي في لقائه مره مع الامين العام لجامعه الدول العربيه عمرو موسى، فكل ما بيوجه سؤال لعمرو موسى بيقول له معالي الامين العام، حضره الامين العام، حضرتك، يعني في كل سؤال. فعمرو موسى في لحظه من اللحظات راح موقف التصوير وراح قايل له يا استاذ حمدي كده هتبان حضرتك مؤدب قوي ولا قليل الادب قوي، لان انت طول عمرك الالف عليا في الفصل. مش حصل الموقف ده؟ حصل ده ما يخرج من ذلك. ايه رايك انه اللي كان بيتنافس معاك في الفصل بقى النهارده المسؤول عن الفريق الرئاسي لحمله المشير السيسي؟ انا اعترفت له من يوم ما تعين وزير خارجيه، اعترفت له بانه هو كان الاول على الفصل. فده كان اعترفت علنا امام الناس. ده كان متوقع يعني؟ يعني مش عايز اقول هو ما كانش، انما يعني هو كان في بعض الاحيان الاول على الفصل وانا كنت في احيان اخرى الاول. كده بيعرف يهرب المذيع المعلم من المذيع التلميذ في الاجابه.